دي بداية الفيديو بتاعتي. هاتشي اس، انا ببدأ الاوديو بتاعتي كده. اس اس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في حلقة جديدة، يوم جمعة جديدة. النهاردة هنعمل رياكت عن شو، تمام؟ لو في ناس كتير عارفة سايدمن، سايدمن دي جروب كده موجود في بريطانيا بيعمل كونتنت، بتابعهم من زمان جدا. في عملوا فكرة بيجيبوا شخص واحد قدام 20 بنت ويشوفوا الديتس هتمشي ازاي ومين هيمشي مين هيقعد. فانا لقيت نسخة مصرية حاطين البطل بتاعها واحد اسمه دولا. دولا ده شاب جماوي جدا، بيقعد يشادو بوكس في اي حته، تحت الميه فوق الميه في الحمام، وهو بيعمل بيبي عادي. شفت الفيديو الصراحه تملكني، يعني انا دخلت على الكومنتات بتاعت الفيديو قبل ما اشوف، لقيت ان الناس زهقت، يعني الناس عايزه تتخانق، فانا جيت اجيب لكم حقكم، تمام؟ هنشوف النهارده الفيديو واقول لكم رايي. بصراحه انا ما شفتش الفيديو خالص، بس اما بشوف دولا ده بحس ان انا عايز اوجب معاه، لازم اوجب مع الشخص ده، لان هو شاب بحسه كده هش بيبقى ماشي كده على طول هش 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 هش. تعالوا نشوف الفيديو مع بعض. النهارده احنا جمعنا 20 بنت لاخونا دولا، ينقي ويختار ما بينهم هو حابب يطلع على ديت مع مين فيهم. مبدئيا كده انا هقول فكرتي الاوليه قبل ما نبدا. انا متاكد ان دولا ده انسان سطحي جدا، فهيختار على حسب الشكل رقم واحد، فاظن انه اي بنت شكلها يعني بالنسبه له نص نص هيقول لها لا، او هيخترع اي سبب يقول لها لا، لان انا راسم تشخيص كده مبدئي لشخصيه هذا الشخص. فانا متاكد 100% ان ده هيحصل. فبجد انا هحاول ان انا ما كرنجش طول الفيديو، وهحاول ان انا بجد ما اخليكوش تكرنجوا معايا، لان انا متاكد انه اي حاجه سيتفوهها هذا الشخص ستصيبك بالكرنج والكومبو، كومبو اللعين اللي هو الاوفر كات. خلي بالك بس اللي البنات ما كانوش يعرفوه ان احنا كنا بنقول لدول. انا عارف انكم لسه تشانل بدا وبتاع، بس ليه بتصوروا بكاميرا ارت؟ دي كاميرا تليفون ارت، يعني لو هنقلد ديسايد من نصرف. انا عارف كلكم بتاخدوا مصروف لسه، بس نصرف ليه؟ يعني دول المفروض اللي قاعدين على الكنبه، دول اللي هيقولوا في الاير بيس، بس يعني معاهم هم البادجت قليله شويه، فهيكلموا مع الموبايل دقايق وفليكسات وكده، فدول اللي هيقولوا له يعمل ايه عشان يعني يعجب البنت او تنزل مع سكند ديت. بس من نظرتي يعني محدش فيهم معدي 18 سنه، فمش عارف الخبره دي جايه منين، مش عارف. دولا يقول ويعمل ايه في السماعه. ازيك عامل ايه؟ اسمك ايه؟ جوفانا. ايه رايك في اندرو تيت؟ ايه رايك فيه كمان يا دولا؟ طب بقول لك ايه، انت ايه رايك في اندرو تيت؟ بقعد كده على فكره، بقعد اطلب الاوردر بتاع، بقعد كده. لون بوجاتي بتاعك لون كلسونك ايه؟ تخيل انت نازل ديت مع حد، واول سؤال تعرف على بنات في الشارع، ايه رايك في اندرو تيت يا معلم؟ انت اوه الواد ده من التجمع انا متاكد. ايه رايك في اندرو تيت؟ سوالينا ولا فيني سوالينا؟ عارفين انتوا الشباب اللي بتتكلم كده، اللي بيمسكوا الدرينك يقعدوا كده، هو انا حاسه كده. ايه رايك في اندرو تيت؟ ايه رايك بقى؟ انا مش سامعاه. ايه رايك في اندرو تيت؟ مش فاهمه. ايه رايك في اندرو تيت؟ اندرو تيت يعني ايه؟ مش عارفاه. ازاي مش عارفاه؟ اندرو تيت اللي بيقعد كده، ازاي مش عارفه اندرو تيت؟ انت ماسونيستك انت تعرفيش اغنيه توري لا فيلا؟ ما عندكش عربيه بوجاتي انت؟ ما تعرفيش كده، تعرفيش استاذ كوبرا تيت ازاي يعني؟ ايه رايك ولا ايه رايك في اندرو زيت اللي هو عمر دفراوي يعني؟ ساكنه فين؟ حلوان. هيقول لها لا. لونج ديستنس نو. لا عشان حلوان. انا اسف بس انا عايز واحده تكون كلوز تو مي، يعني لقلبي وللعربيه. حلوان بعيده. انا قلت لها نو والله مرتين كمان. مش هتروح حلوان انت بالباجي اللي انت لابسه ده يقتلوك. هاي ازيك؟ معلش انا اسف والله. عادي براحتك. ازيك؟ هو ايه الكيس البلاستيك اللي هي لابساه ده؟ انا بقتش افهم الفاشن بتاعت البنات يا جدعان. الحاجات دي ما بتحرركوش، ده احنا في الصيف، ده درجه الحراره بتبقى 69 الصبح، يعني مش عارف ليه اخترت رقم 69، بس ام سوري، بس ازاي ما بتتحرروش؟ ازاي 100% هيقول لها اه. اسمك ايه؟ نادين. مش مهم. انا دولا. عندك كام سنه؟ انا دولا. بتحبي الكلاب؟ موت. يس. ثانك يو. والله العظيم هو اسمه دولا بجد، هو ما اسموش دولا اظن، يعني انا بروح لواحد اقول له انا اسمي لوكا، اسمي محمد النحاس. وبعدين متاكد في 100% لو قالت لك انا بحب الحلزونات، عارف الحلزونه كانت في فيديو الاكل الياباني اللي كانوا بيسبنكوها، كنت هتقول لها يس. حورش على بعض، انت ناقر البنطلون ده من ساعه ما دخلت. تحبي اندرو تيت انت؟ انت عايزني اقول لها نو؟ انا عارف، اقسم بالله يا ابني شخصيتك باينه. اسمك ايه؟ اميره. عندك كام سنه؟ هيقول لها يس. 23. ساكنه فين يا ابني؟ مصر الجديده. قريبه. تور. يس. هو مش قصده على كده، بنت بريئه قوي، قصده برج ايه في مصر الجديده، هو عايز يعرف عشان هو خلاص جوجل هو بيحسبها كيلوات. الواد ده معهوش يفوت. هاي عامله ايه؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ دانا. دانا؟ هيقول لها يس عشان البتاع اللي هي لابساه ده شبه الجلافسات.
عندك كم سنه ده؟ 20. اوكي شغال. شايفه اول ديت المفروض يبقى فين؟ حلبه ملاكمه. المفروض يبقى فين؟ انا بحب الحاجات اللوكي عامه يعني. الايه؟ قالت الحاجات الايه؟ بحب الحاجات اللوكي عامه يعني. ايه الحاجات اللوكي دي؟ عادي لو اول ديت حاجه عشوائيه كده كار رايد مش عارف ايه درايف ثرو. يس 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 طبعا. شكرا يا دانا. ما تنسيش الجلافزات. ما تنسيش الجلافزات يا دانا. عندنا سيشن. الجرافزوت بتاعتي ورا هنا انا جايبها ان كيس. بص 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 هيصبر معاك هيموتك يا دان. العب مع اللي جاي بره مقصر لو خسر تطلعه بره. ده انتوا مجانين قوي يا برو. انت هو بجد العب معاه ورا طوبه مقص فاهم. سيبها للقدر. خلي القدر هو اللي يختار. متاكد مليون في المية انه شافوا البت دي مش حلوه. متاكد لان هو باصص عليها فهو عارف صاحبه مش هيعجبه. اسمك ايه؟ ميرا. عندك كام سنه؟ 20. طوبه ورا مقص. طوبه ورا مقص. طوبه ورا مقص. يا رب تكسب. ايه ده انت هتخسر كده؟ انا كسبان. لا كده 1-1. طوبه ورا مقص. انا اسف يا ميرا. طب ايه ده؟ لا هم 3 مرات هم في الاعداد قالوا كده. شكرا. ده تعرف لو تعادلوا 3-3 هيلعب من 15 لغايه ما البت تخسر. اسمك ايه؟ هيقول لها لا. منين يا روتال؟ مصر الجديده. عايشه في مصر الجديده. كيرفيو. قبل ما يقول اي حاجه يبقى كده اللوكيشن مش عيب. مش هو المأزق كده. اللوكيشن مش هو المأزق لانه الثانيه كانت مصر الجديده وقال لها يس. دي هيقول لها نو. هيقول لها نو. هيدور على اي سبب. هيقول لها بتعرف تشوطي بوش رجلك ولا لا؟ هتقول ايه ده يا هتقول له. هيقول لها اطلع بره. ايه اكتر حاجه بتدوري عليها في الراجل كشكل وانت بتعرفيه؟ حاجه معينه يعني مش بيفرق معاكي شكل؟ ماشي. كشخصية. كشخصية يكون طيب وبيفهمني بس. مش هننفع مع بعض لازم. شكرا. قلت. يعني البت بطلبه منه حاجات بسيطه. بتقول له انا عايزه واحد يكون طيب فارق معايا شكله ويكون بيفهمني. مش طالبه برجر عربي من ابو يوسف تستنى انت بالساعه عشان يطلع لك الاورد. الواد ايه؟ الواد حاطط تارجت بورد. ده تعرف بقى الشخصيات بتبان مني بعدين. خلي بالك على طول. ارفع الجارد. ارفع الجارد عشان ممكن اديك. اهو انا بقول لك اهو. اكتر اكله بتحبيه؟ هيقول لها يس. مسقعه. يس. شكرا جدا. بتحب المسقعه؟ انا بحب المسقعه. اندرو في الجيل لما كان بيقضي جيل عشان اتهموه ظلم ان هو بيهرب نسوان وكده بيتاجر في اعضاء الاطياس كان بيفطر مسقعه. هو قال لنا كده على الستريم اي حاجه اندرو تبقى بعملها انا بمشي اعمل زي. وترفع الجارد ايدك فوق. منين يا شاب؟ زين. بعيد. كم سنه يا شاب؟ بعيد. 20. اوكي. بتحب الشاي بلبن؟ لا. يس. شكرا. بس ديف زايد اصلا. اسمك ايه؟ جانا. جانا؟ من مصر. منين في مصر؟ معلش بس عشان الاكسبكتيشن بتاعت استاذه جانا عالية شويه بس ثقه. حلو مش كلام. جانا انت شكلك مصري جدا. لا استنى ثانيه واحده. شكلها تدي على لاتينوز. لاتينوز او انا ليه بعلق هنا؟ هقطعها ما تقلقوش. بتحب الورق العنب؟ بحب الساقع. انا ما بحبش الاثنين للاسف. نو للاسف. انا اسف. سوري معلش. انا مش هقدر اكمل معاكي. ثانيه مش هقدر اكمل معاكي. ورق عنب ما بحبوش. تخيل في علاقه في الدنيا تبقى مبنيه على ورق عنب. تخيل انت ترفض شخص بني ادم متكون قدامك مثلا بقاله 20 سنه. يعني دي بني ادمه بقالها 20 سنه بتتكون انت رفضتها لمجرد انها بتحب ورق العنب. هو تويتر اللي بيعمل كده في البشر. عارف انت انا هقول حاجه unpopular opinion. ممكن اسيب دي هنا. ممكن اسيب. هوس. انا عارف هعرف كل اجاباتك من قبل ما تقول. يس. ازاي اسمك؟ يس. عليا. عندك كام سنه؟ علي. 20. يس. يا ابني عارفين خلاص. طيب اسمك ايه؟ خديجه. دي عينيكي؟ لا. لا انا ماشي. يس يا خديجه. يس. عشان هي قصيره وكده. يا ابن الايه اقول لكم. قال لي خديجه يس ليه؟ عنها بعيد عنه بتفكره يعتبر تنمر. لا بس هي حجمها قد البونش باج قد ساند باج. هي شنكلها من دماغها كده. عايز اقول لي الافيه ده خلاص. صوت. اسمك ايه؟ مايا. يس. عندي 22 سنه. يس. شكرا. ماشي. انت بتحبي الكلاب ولا القطط اكتر؟ الكلاب. اوكي يس. بتحبي الكلاب ولا القطط اكتر؟ نقول للاسف. شكرا. الشباب دي مجنونه موت. اوه مجنونين بجد. مش عارف الكونتنت ده بجد. مش قادر اكمل فيديو بجد. انا عرفت ليه الكومنتات على الفيديو ده ان هو كرنج فعلا. انا خلاص هو ده كام دقيقه كده؟ يا نهار ازرق. انا كملت 7 دقايق ازاي؟ لسه فاضل باقي 35. اكل العيش مر. شباب ووتر واي دي شباب مجنونه 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 يعني بجد. المصروف ما بيزيد. بيعملوا كونتنت قوي جدا. ليه ما تقعد؟ ما تقعد يا عبد الله. قولي لي يا نادين عندك هوايات في الحياه؟ كتير قوي. حاجه سبيسيفيك يعني بس بحب اسافر قوي. بتحبي تسافري؟ بتحبي تلعبي رياضه معينه؟ يوجا. ما جربتيش اي رياضه فيها ضرب؟
فاهمك بجد، ده انت كونر ماكريجور قوي يا كابتن ايريش ولا ايه؟ بقول لك انت ما جربتيش رياضه فيها ضرب؟ بسيبك من الرياضه، ما جربتيش اي ضرب؟ طيب اي حاجه ضرب؟ ضرب لا. طب ما نفسكيش تضرب؟ ليه العنف يعني؟ ليه علشان ضرب؟ احنا دلوقتي في زمن صعب والدنيا مش امان، صح؟ احنا دلوقتي في زمن الرجاله لازم تتضرب، صح؟ صح. وايه اللي صح يا اسطى؟ اقول لك ايه، ما تجمعش. لو انت بتحب حاجه زي دي، تحب تتضرب، مش هحكم عليك، عادي اتضرب عادي. الموضوع ويرد شويه، بتحب تتضرب، ممكن بتحب تتشتم، اتس يور اون لايف. انا ام سوري يعني، ما اقدرش احكم عليك، بس ما تجمعش. مش كلنا بنحب نتضرب، خليك انت في حالك. اتضرب يا اسطى في صمت، بسط قوي. ما قلت له في ناس فاهم، صح؟ احنا دلوقتي في زمن الرجاله لازم تتضرب، صح؟ صح صح صح. انا اضربيني، سبانكيني، صوت بسط قوي ازاي. ايوه انا، ايوه عينه لمعت اول ما قالت الرجاله تتضرب. ايوه انا منا. فعشان الدنيا مش امان، لازم نتعلم رياضه فيها ضرب. عشان كده انا جبت لك معايا النهارده جلوبس. هنتمرن النهارده بوكسنج، ماشي؟ طب ممكن انا اللي اتمرن؟ ما هو انت اللي هتضربيني، ده حلم حياتك. طبعا احمي نفسك، حط ايدك فوق، واحده شمال تاني، حاولي تضربيني بقى في وشي. لا لا حرام. اضربي اضرب، انا بقول لك اضرب. هو الهيد موفمنت بتاعته فلويد دويلا ميويز هيعمل لك الهيد موفمنت بتاعته، عارفه كانيلو؟ اضربيني يا انت، تبتدي اضربيني بقى يا حته، سبانكيني. طب مش في الفيديو انا هات. يلا بسرعه. متاكد؟ بسرعه. مجانين بجد يا رب المصروف يزيد. عايزين كونتنت من ده تاني بجد. انا لابس تيشيرت ابيض. دول هو دول ما تحورش. ايه ده؟ لا لا هيموتنا، هيموتنا من الشيخ بجد. اللي فسيت بجد ما تفاجئناش كده. ما تقولش في فجأة، ابني له شوية عشان بجد ممكن افسي ولا يا دولا يا ابن الجنية. بص انا دي كانت اول حاجة بحب اعملها في الديت في العادي. بجد؟ بس علشان اطمن على مستقبلي. فين حقوقي؟ اول حاجة بتحب تعملها في الديت؟ ازيك عاملة ايه؟ معلش اتأخرت، صحت ولا صحكتي بس كلها ولا صحتين. دول ده هقولك دلوقتي، هقولك حاضر. انا في اول ديت بحب اندرو زيد. ثانية بس معلش، اهلا على الساعة الفرانك مولر بتاع. بس الله العظيم غريبة. انا اول ديت بحب اعمل يتعمل فيها محطر. فالنهاردة هنجرب معاك حاجة، بس اعملي كده، اعملي كده بس، اعملي بس، اعملي يا بنت. انت كويسة ولا علي؟ بس معلش ده بختبرك بس، شوف المومنت عندك بس معلش. ثانية بس، انت بتجيبي دم ولا ايه؟ العدس اتكسرت؟ معلش مش مهم، امرانك معايا السوداني وحاجات كده، ده هديك اوامر طاعة وكده. الله العظيم فلويد دول ما يقدر ده بجد. ما هي دي اول مرة معايا، لان انا مش دايما هبقى معاكي في الشارع. لازم يبقى في سكيلز عندك ان انت تدافع عن نفسك. اكلمك تجيب؟ ما انا انت ساكنه فين؟ ازاي؟ ما انا ساكن في التجمع، انا مش هاجي الا لو هتتخانقي في التجمع ممكن ابقى اجي. ده انت راجل جدا يا الواد ده. اندرو تيت تقريبا انت بتحب اندرو سيت، يعني هو ممكن يجري لك من الشيراتون لمصر الجديده، لكن اندرو زيت ما برايفت جيت، مفيش مطار في زايد. راجل موت بجد دول ده. بس ايش ده؟ شكرا راجل قوي الصراحه. طب والله كنت لسه بقول لك، والله راجل موت بجد. كيلا نبيل، صاحبتي كم مره قبل كده؟ مره واحده، كنت مخطوبه اكشلي. راجل؟ لا بنت. ياض انت مالك ياض؟ في ايه مالك ياض؟ سمج ليه كده يالا ياض؟ مالك شبت وتراوي ليه يالا؟ ده انت سمج قوي بجد. ايه مخطوبه؟ كنت بنت ولا انت مخطوبه لمين؟ انت الانفد حب الانافد انت؟ اتشال اعمل لك كده مخطوبه البنت ولا لا؟ ايه ده انت؟ ايه ده يالا؟ ده انت ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يعني؟ يا يا لا بنت بجد؟ عادي احنا في زمن الحريات دلوقتي. يا ده انت تقيل، ده انت تقيل يالا، تقيل بس خفيف في الهيد موفمنت بتاعتك حلوه. بص في الغيره وكده، وانا بتخانق الصراحه. انت بتحبيه يعني؟ انا بحب الايه بقى؟ بقرون اريال. الشباب دي كل ما تضحك بحس ان المصروف هيتيد الاسبوع الجاي بجد. يا شباب كملوا الكونتنت بجد، نو هارد فيلينجز. طب قولي لي مواصفات شكلا الراجل اللي انت ممكن تصاحبيه. طويل واسمر وبدقن. اسمه دولا مثلا؟ تعرف بقى دولا انا هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اعمل كومبوز لنفسي والله العظيم، يعني هبتدي اعمل والله العظيم كومبوز لنفسي. هقوم واخد واحده في الابد من كده، تقيل قوي، تقيل بجد، عيل لزج يعني. طب خلاص مره جايه ان شاء الله. مش هينفع؟ لا امشي والله. اتفضل يا ابني.
ايه رايك في اول ديت؟ لا لذيذ. لو كان ممكن يعمل حاجه مختلفه او يغير حاجه كان يعمل ايه يعني؟ انا اتبسطت قوي ان هو خلاني اضربه علشان هو كده بي ابريشيت الومن فتمام يعني. انت بتقولي ايه انت كمان؟ يس يس. انت ما تنزليش من بيتكم انت كمان. يس ايه يس بتقولي ايه البت دي؟ هو البنطلون ده بيأثر على التفكير. روحي بيتكم نامي. روحي بقى العب بنطلون ده ارميه بقى. الله يرمي فيه زباله. الديت الجايه عايزينك اول ما تقعد هتشم ريحه تقعد تعمل كده وهتبيلد اب في نص الديت هتقول ريحه صعبه وهي جايه منك وتقوم ماشي بقى وتقوم ماشي. العيال دي عندهم 16 سنه ماكسيمم. العيال دي معهاش رخصه مش مطلعين بطاقه. العيال دي بيكلموا بابا ما حد بيوقفهم في الشارع. اقول لك هتشمها هتقول انها عملت فاسيه جياصه تعمل الجياص اشلي قوي تعمل الجياص ده عايزها التيك توك صحيح. بقول لك انا عايزك بيلد اب كده قولها انك فسيتي سولها بطريقه شيء كلها دي دي فورد تحب الفورد يو لايك دو لايك فيت تحب الرجلين انت مع بعض. هاي ازاي عامل ايه؟ اسمك ايه؟ ازيك يا شو؟ صاحبتي قبل كده شو؟ لا خالص يعني دخلت كذا توكينج ستيج بس لا يعني عمرك ما دخلتي في علاقه بجد في ريحه مش مظبوطه ما علينا. طب احكي لي ايه مواصفات فتح احلام شكلا وموضوع؟ شكلا بحب الناس الصم دوم دقن هو فعلا كده انا في السرعه. ممكن توفي؟ ممكن ترفع ايدك؟ النفس عميق. لا الريحه هنا مش شايفه كده معلش صح. يا يا فرقه عايز اكل دي بقى احنا عدينا مرحله الكوميديا بتاعت الاطفال اللي عندهم دي كوميديا اطفال عارف انت العيال اللي بتقعد ترمي برابير على بعض في المدرسه يعني البنت جايبينها من بيتها تصور معاك ويعني تحطها في وضع محرج زي ده ويا ريتك حتى طلعت منه الكوميديا انت خاصيه المشاهد انت كده عليك بينالتي كارت كده رفعنا كارت احمر كارت اخضر كارت فتي. ايه رايك في الديت؟ لا مش ألزز حاجه. طب وتجونا سكند ديت؟ لا والله انا اسف لك بجد اسف لك والله روحي بيتكم بجد يعني. اسمك ايه؟ خديجه. قولي لي يا خديجه مواصفات فتح احلامك في الراجل شكله. شكلا بص يعني سند ايه ده فين السنسور يا جدعان يعني انت ما عندكيش طايق معايا؟ لا يعني ماي اكسس كان كل واحد فيهم شكل. اوكي يعني ابيض اسمر مش هيفرق معاك يعني انا دلوقتي لو انا ابيض وقاعد لو لب سوري شغال دمك مش هيفرق. طب ممكن ثانيه اخش الحمام واجي ثانيه واحده. ايه الاخبار؟ هاي ايه مش عارفاني ولا ايه؟ انا بس وصلت وش دوره. دوره ازيك عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. ده ابوهم ده ابو مين في العيله دي ولا ده صاحب الاستوديو؟ في فرق شويه عادي. طب انت شايفه انت شايفه ان انا احسن من وانا اسمر ولا بعد ما وصلت وش بقيت حلو صراحه؟ يعني ملوش نصيب. لا انت انت كده ربنا نجدك لانك انت كده هتبقى بيدوفايل عندك 44 سنه اتليست وهي لسه 19 ولا 20 كده بيدوفيليا. دي اخرة الكونتنت اللي ما بيبقاش لي واحد بيكتبه والله العظيم بيبقى يعني يا اما يكون في حد دمه خفيف الموضوع بيمشي حلو بيدي افكار لذيذه يا اما يكون تجيبوا حد يكون بيكتب لكم الحلقه لكن جو انكم بدل ما تقعدوا في فوتر ويت تروحوا تقعدوا في استوديو تصوروا تعملوا كده في البشر تعملوا كده فيا ينفع؟ ايه رايك في الزيت؟ نايس لذيذ. بعد ما غسل وشه كان برضه لذيذ يعني؟ لا حبيته هو اسمر اكتر. طب ماشي ودي جوه السكند ديت ولا مع دوله اسمر ولا دوله الابيض؟ انت عايز الاسمر. داخله مقله دي داخله مقله جايه داخله تجيب سوداني دول النص انت محتاجه تعدي على الترس يقفلك الممر ده عشان كده غلط والمفروض لما تيجي تحط حاجه زي كده خبوها يعني عشان انا اتفاجئ وكذا وكذا. جايبين العيال دي منين يا عم؟ ايه الجيل الجديد البويز ده؟ مش فاهمين انا بعمل ايه بس انا بوجه لهم رساله هم مش هيفهموا اصلا مش مطلعين رخص لسه اطفال. مش هتسال اسمي الاول؟ انا عارف ان انت اسمك اميره. تمام انا شوفي بحفظ ازاي. عندك كام سنة؟ 23. ساكن فين؟ مصر الجديدة. طيب قولي لي يا أميرة. اوكي طب انت بتحبيه يبقى توكسيك؟ لا ما اخش الحمام اخش ما اخش لا حمام. طيب ليه توكسيك؟ بتحبيه طيب؟ طب ممكن اخش الحمام ثانية واجي لك ثانية واحدة. اتفضل. خش اشرب اشرب وبتاع. بعدين قول لها ما كانش في حمام بقى وبتاع. يا أم سعد من أنا هبطل أنا أعمل لهم أون سبسكرايب. قول يا روش يا جامد يا جاح مرايل عليك انا هموت عليك. معلش اتاخرت عليكي كان الحمام صيانه فاضطريت اعمل في الازازه بس مش مشكله. صاحبته ولا فركشت؟ صاحبته ولا فركشت؟ صاحبتي. اخر مره صاحبت كانت 2021 يعني. اوكي وفركشته ليه؟ هي تشيتد اون مي. ايه ده بجد والله؟ طب وقفشتيه ازاي؟ كويس ما كانش فيه حمام والله. اتفضلي اتفضلي بروتين. اتفضلي عادي عادي ما فيهاش حاجه يعني بس حمام حلو؟
اشكرك احنا كده بقينا عيله. يا لهوي يا ده انت تقيل، ده انت تقيل يالا، تقيل يالا، يخرب بيت دولك، تقيل قوي، تقيل قوي وملزق ملزق يالا، عايز تتغسل. يا انا غلطان عشان حبيت وبينت اهتمامي بيك. انسان لزج، انسان انسان مملح. This is the word، مملح، انت انسان مملح. سوري. معلش انا عندي مشاكل جواه. المهم انا دلوقتي انا تمام، فضيت التانك خالص. المهم توقعت ايه دلوقتي؟ خاتم بتاعي كام ده؟ خاتم؟ ايوه. ايه بتهزري؟ شكلك معلش وقعت الخاتم بتاعي. هي ده خاتم، رحت المستشفى ورحت وكذا وكذا. ماشي. انا عامه معجب بعقليتك جدا، واتمنى ننزل بيت تاني. اميره اشكرك. ثانك يو. عايز ابوك. شكرا. يا أميرة ساكنة فين؟ بس معلش أنا ممكن أتواصل مع الشركة دي أعرف الإنتاج. سولة أميرة دلوقتي سمك سمك أوي. يا إيه رأيك في أول ديت مع دولا؟ لا لذيذ. طب يعني المشاكل ما بين وما بين التويتر دي ممكن تعمل لك مشاكل؟ هسيبه يروح. إن هو بيشرب وراني. هحاول أتعامل مع الموضوع في المستقبل يعني. وا دولا بقول لك ياما فريز فريز. لكم إيه؟ حلو عليكم أوي كده، حلو عليكم كده. بلا دولة بلا اوتر واي، شغل العيال السيكيميكي ده ما بياكلش. انا عايز بس اشوف اخرتها ايه في الفيديو الكحيان ده، عارف ازاي كملت؟ انا عايز اشوفها هيزرط يقول ايه في الاخر. خلاص عم اتكل على الله. انا بتاسف لكم والله، بس انا يعني لازم حاجات تتحط تحت السبوت لايت، لازم من ضمنها الشخصيه دي. الشخصيه دي بجد بترفع ضغطي جامد، عشان الشباب اللي هي بترفع الجارد دي وبتشادو بوكس في اي حته دي انا ما بحبهاش. يعني شادو بوكس في الجيم تمام، ما تقعدش شادو بوكس قدامي، انا مش مهتم. ايه ده؟ اكلم اخوها عفرت بقى تمام ونعمل تراك. عامه ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، متنسوش تعملوا لايك شير حركه الاكسبلور. اشوفكم الجمعه الجايه، وانا كتبت عليكم الاسبوع اللي فات قلت في فيديو هينزل في نص اسبوع، هكدب عليكم المره دي في فيديو بقى نازل نص اسبوع يوم الثلاثاء 25 غوليوس قيصر. انا اسف.